عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضيه وليد هو. ولكن قبل ان نبدا هذا الفيديو، وكما عودتكم في الفيديوهات السابقه، فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اعزائي المشاهدين، بعد الفضيحه التي انتشرت كالبرق وكالهشيم في معظم الصحافه الجزائريه والصحافه العالميه ايضا، وابرزها جريده دو دسان طبعا بالماضي يبهدل بل قبل واوكيجا امام جميع اللاعبين المدعوين في كان 2019. طبعا اكدت مصادر داخل البيت الفاف بان جمال بالماضي لم يصدق بعدما نشرت مواقع التواصل الاجتماعيه فيديو الذي انتشر كالبرق وكالهشيم لهاريس بالقبله واوكيجا، يعني الذي كان هاريس بالقبله مبينا فيها زي مشاهدينا يعني بلقطه مخله بالحياه. وقد اتجه المدرب الى تويتر من اجل رؤيه الفيديو. يعني جمال بالماضي راح مباشره الى تويتر لتصفحه وطبعا لمشاهده هذا الفيديو، بعدما انصدم المدرب وراح يصرخ على اللاعبين بكل قوه امام الجميع. يعني هذه الصحافه وهذه الاخبار يعني كانت قريبه من الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، ويعني جمال بالماضي يعني صرخ على جميع اللاعبين على هذا الفعل، وصرح بالماضي قائلا: انت تمثل الشعب الجزائري هنا، انت تمثل الشعب الجزائري هنا، وهذا التصرف قد افتقد الاحترام مني، يعني افقدك الاحترام مني 100%، ومن كل الناس الذين كانوا بجانبك، يعني كل مناصري المنتخب الجزائري الذين احبوا والذين كانوا يشيدون بهارس بالقبله فقدوا الثقه فيه 100%. كما صرخ ايضا اعزائي المشاهدين في وجه حارس اوكيجا بعدما لعب الالعاب في بث مباشر، وقرر اعزائي المشاهدين واعطاه امر ان لا يلعب مثل هذه الالعاب، خاصه ونحن مقبلون على كان 2019 في المنتخب الجزائري مجددا. يعني انهاه من اللعب يعني مثل هذه اللعبه فورتنايت لايف، يعني كان في بث مباشر. وطبعا حارس بالقبل اعتقد ان الجميع شاهد هذا الفيديو، لذا اعزائي المشاهدين يعني ما رايكم في وجهه جمال بالماضي؟ انا كتعبير شخصي مني كانت افضل وجهه لجمال بالماضي، يعني مع كل احتراماتي للناخب الوطني جمال بالماضي، يعني كان هذا التصرف مقبول من جمال بالماضي، لان جمال بالماضي قال له ان انت تمثل الشعب الجزائري والمنتخب الجزائري يمثل الشعب الجزائري، اي يعني بين قوسين ان المنتخب الجزائري كسفير للشعب الجزائري في البلدان العربيه وفي اي بلاد كانت. اعزائي المشاهدين، اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم، وطبعا قبل انتهائه اتمنى منكم فضلا وليس امرا ضغط على زر لايك تشجيع لنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وايضا لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب ان شاء الله. والسلام عليكم.